محمد عمرية يحييكم من قناة القاهرة تي في، أهلا بكم. هنتكلم عن الظاهرة اللي من قديم الأزل في مصر وما زالت وموجودة وعاملة كوارث كتير جدا في مصر، وبتقلب الأفراح إلى ميادين، ظاهرة إطلاق النار في الأفراح. الظاهرة دي يا جماعة أدت إلى إصابة ناس كتيرة، كان اللي واقف في البلكونة بيتفرج وواحد بيطلق نار بفرح فبيصيبه أو بيضرب طلقة فبتموت واحد والكلام ده كله. القانون هيبقى فيه غرامات على من يطلق النار في الأفراح وعلى العريس وعلى أسرة العريس وعلى أسرة العروسة. هقول لكم بالتفصيل الغرامات وبعدين هقول لكم هتطبق من إمتى. غرامة 50,000 جنيه وحبس من سنة لثلاث سنين على العريس اللي يتم إطلاق النار في فرحه. يعني العريس جاب زمايله بقى أصحابه مش عارف إيه جاني جابلوه ضربوا نار في الفرح، بعد الفرح ما ينتهي هيفاجأ بحكم محكمة جايله إن أنت عليك غرامة 50,000 جنيه وعندك جلسة ومكاسب على حضرها هيتحبس فيها من سنة لثلاث سنين. يبيع بقى العريس بقى يبيع بقى ذهب مراته ويدفع الغرامة، ذهب العروسة، يبيع ذهب أمه، يبيع ذهب أبوه، يبيع الجاموسة اللي عند أبوه، يبيع أي حاجة، المهم إنه هيدفع الغرامة، يعني هيدفعها في حبس برضه. طب ممكن إيه واحد اللي كان الواد اللي كان بيحب البنت الأول اللي كان بيحب العروسة الأول يجي يروح ضرب نار في الفرح فيلبس العريس في الحيط يدفع 50,000 جنيه العريس ويتحبس سنة أو ثلاث سنين؟ لا، ما القانون برضه هيظبط دي، هيقول لك ان العريس مش العريس بس اللي هيدفع غرامه ويتحبس، لا، واللي هيطلق النار كمان هيدفع غرامه 50,000 جنيه وهيتحبس من سنه لثلاث سنين. يعني هتبقى الغرامه بتطبق على العريس وهتطبق بعد كده على مطلق النار وهتطبق على مين؟ على اسره العريس كمان واسره العروسه. دي حاجه. الحاجة التانية طبعا مفيش فرح بيتضرب بنار ما بيبقاش فيه مخدرات. الفرح فيه مخدرات يعني فيه إطلاق نار، فيه إطلاق نار يعني فيه مخدرات. الاتنين مرتبطين ببعض، زي تجارة السلاح مرتبطة بتجارة المخدرات برضه. طب الفرح اللي هيتشرب فيه مخدرات بقى والناس تقعد كده تقفش وتجيب بقى مخدرات حشيش وبانجو ومش عارف إيه ويشربوا الحاجات دي، هيتعمل معاهم إيه؟ هيبقى غرامة 50,000 جنيه على أسرة العريس وغرامة 50,000 جنيه على أسرة العروسة، وملزمين قدام القانون إن هم يسلموا شريط الفرح بالناس اللي كانت بتشرب يسلموها للنيابة. إلزام لازم يسلموا الشريط عشان الناس دي كلها تتجاب، لأن تبقى قضية تعاطي كاملة متكاملة. تمام؟ طيب الكلام ده هيتطبق إمتى؟ الكلام ده هيتطبق لما البرلمان المصري يسمع الكلام اللي انا بقوله ده دلوقتي وياخد الكلام ده في الاعتبار ويعرف ان اطلاق النار في الفرح جريمه ولازم يتشرع لها قانون ولازم يتطبق غرامه على العريس وعلى اهل العروسه وعلى اهل العريس وعلى مطلق النار في الفرح وعلى متعاطين المخدرات في الفرح. مجلس النواب او البرلمان لو طبق او خد خطوه لاصدار قانون بده هيبقى حاجة كويسة جدا، ساعتها هيتنفذ الكلام اللي أنا بقوله ده وهيبقى فيه غرامات على مطلق النار وعلى العريس وعلى أهل العروسة وعلى أهل العريس في حالة تعاطي المعازيم مخدرات داخل الفرح بتاعهم. هذا ما أتمناه وأتمنى تطبيقه، ولو في أي تعديلات أنا مستعد إن أنا أساعد مع البرلمان في الفكرة وفي تطبيقها والكلام ده كله بسبب إعلام مصري. وكل هدفنا يا جماعة وكل اللي احنا بنسعى إليه إن احنا نلاقي بلدنا بلد آمنة مطمئنة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.